بعد ما شفنا لي دوني شفنا لي دوني ستوك انيسيال ستوك فينال وشفنا كيفاش غادي نحسبوا لا فاريسيون دي ستوك غادي ندوزو نحسبوا لا فاريسيون دي ستوك دو ماتيير بروميير اي دو ماتيير اي فورنيتور ديت ونشوفوا شنو واش عندنا ان ستوكاج ولا عندنا ان دي ستوكاج سامبل. هذه هي لا ريبونس. حاجه واحده اللي تقدر تدوخكم هنايا هي بلي عندنا هنا ستوك او 31 12. طبيعة الحال ستوك فينال تيكون عندنا في لو 31 12 ولكن من لو 31 12 لو بروميي ما كيتبدلش ما كيبقى هو هو. يعني ستوك فينال او 31 12 2012 غيكون هو لو ستوك انيسيال او بروميي 1 2013. هو ستوك فينال ديال هذاك العام هو ستوك انيسيال ديال هذا العام باينه. دونك ممكن اللي يدوخكم غادي نشدو غادي نديرو التطبيق عددي 242800 ناقص 270000 غادي تعطينا لا فارياسيون دي ستوك. دونك عندنا هنايا ستوك انيسيال كبر اذا عندنا ان دي ستوكاج عندنا اون فالور سالبة ناقص 27200. دونك عندنا ديريكتومون غنباسيو اون سيتوياسيون دو ديستوكاج حتى لو ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال. عاوتاني بالنسبه لا ماتيير اي فورنيتور غادي نشدو لو ستوك اني ستوك فينال ونقسم من ستوك انيسيال عطانا اون فالور بوزيتيف. دونك سي ان ستوكاج ساهل هادشي بسيط بزاف. لا دوزيام كيستيون كالكولي لو مونطون دي زاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور هي لا ميم شوز بحال اشا ريفوندو دو مارشانديز. الا كان شي نت كنحيدو لي ريدكسيون الا قالوا لينا حسبوا لو بوست اشا كونسومي كنقصوا لا فارياسيون دي ستوك ساهله. دونك هنا قالوا لي نحسبوا اشا كونسومي غادي نشدوا لي دوني اللي عندنا اشا دو ماتيير بروميير نرجع نت كي غنديروا غادي نقصوا منها لي غابي روميز نشدوا هذه غادي نقصوا منها هذه. دونك هادشي اللي درت شدينا اشا نت دو ماتيير اي فورنيتور نقصنا منه فاريسيون دو ستوك هي 2 مليون و543 الف و200 زائد 450000 اشا دو ماتيير بروميير و اشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل. الى مشينا لو بوست غادي نلقاو فيه كاع هادوك لي زاشا اللي خاصين به كاع هادوك لي زاشا كيكونوا داخلين لحقاش حنا كنحسبوا بوست ماشي ان كونط. دونك كيكونوا داخلين فيه اشا دو ماتيير بروميير اشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل و جينيرالمون كاع تمشيو للبوست غتشوفوا كاع داكشي غتحيدوا ريدكسيون وتحيدوا لا فاريسيون دو ستوك عاد باش تلقاو لو بوست اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور بهذه البساطه بلا ما تعاودوا تصدعوا راسكم. دونك نقصنا 16000 ديال غابي روميز ريستور و نقصنا هاد 27200 ديال سميتو ديال لا فاريسيون دي ستوك كيف ما قلنا كنقصوها. وهنا عندنا واحد لا فالور نيجاتيف موان مع الموان غتولي بوزيتيف او موان ديال الماتيير ديال لا فاريسيون دي ستوك ديال ماتيير اي فورنيتور. دونك حتى شي بوزيتيف غادي يبقى كيما هو. هذه هي النتيجه اللي خرجت لينا و العلاقه طبيعه الحال ديال لي زاسا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور هي هادي اسا دو ماتيير اي فورنيتور كنحيدو النت. دونك الا كانت شي ريدكسيون كنحيدوها الا كانت شي ريدكسيون كنحيدوها ومن بعد كنديرو موان لا فاريسيون دي ستوك دو ماتيير اي فورنيتور. كنتمنى تكون شفتو شديتو معنا في لي زاسا ريفوندو شديتو لا فاريسيون دي ستوك لا فورمول ديالها تكونوا شفت تعرفتوا عاوتاني على ستوكاز دي ستوكاز على لي زاسا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. تكونوا استفدتوا شويه من هادشي حتى دابا غادي نباسيو لداكشي الاساسي اللي هو لا كونطابيليزاسيون. هذا هو المهم هنا فين كنا باغيين نوصلوا و ان شاء الله يكمل هاد الدرس على خير وبخير. يلا خليتكم حتى نشرحوا لا كونطابيليزاسيون.